العماره واد الاخوان. شوف انت لا جيتي بعدا من الخدمه ولا جيتي فاكون شنو المدخل كيفاش داير مخي ياك السان ديك تبارك الله بعدا خدمته ياك الموقع هو هذا. شوف حدا في البالمي موقع راجل استراتيجي كنظن حداك حتى المعهد الفرنسي فوالا تفضلوا معايا وليكم الدار الاخوان. الله 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 تحيه الناس كازا وكازا. شوف موقع استراتيجي كنهضروا على البالمي ياك شقه. شوفي بعد الفصاله الاخوان اللي بغى يشريو شقق في البالمي هذه شقه زوين اخوان. ديما تنقول لكم الهوجه كاينه في الدوزيام ما نوريكم الدار بعد الاولى ونعطيكم حتى المساحه والثمن والموقع والرقم تاع المالك كلشي 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 نعطي لك. هذا غير سويت بارونطال كل واحد بعدا يشرف المدينه ديالته او الدوله ديالته ياك تبارك الله الدريسينغ كيفاش داير. اللي ما شريت دي افكار الاخوان اللي ما شريت نزه الحمام انا عشاق البينوار تحيه الاحسن واروع واجمل فان في العالم. الشقه الاخوان فيها تقريبا 153 متر ياك تلقاو فيها جوج الحمام. الحمام الاول وهذا عندك البونشيغاتور تبارك الله عندك الرخام فوالا عندك بحال الحمام بلدي ياك لي سبوت. شفتو هنايا الاخوان ثلاثة الغرف قليلة بزاف. هادي غرفة النوم تاع الوليد صغير فوالا بعد الدار مضوية الاخوان ومشمشة الحمد لله. فيها الاخوان 151 مترو زيد عليها بوكس زيد على بلاصه في الكراج تيتري. هذه غرفه النوم الثانيه ياك حتى هي بالباركي في الارض ولي بلاكار. تبارك الله داكشي زوين الاخوان. اخوان هنايا صراحه ما شفتش باتاتا السياره ديالتك حداك جميع المرافق حداك تبارك الله. الصالون كيفاش داير هنايا كانت شوميني شوف تبارك الله الاضاءه وشوف الطول وشوف العرض كما قلت لكم هذه دوزيام وكنظن ان الاخوان اللي بغا يشريو الشقق الجديده يعني بريمير ما غلقاوش الثمن. الموقع الاخوان هذا كارفور حداك جميع المرافق يعني انت في القلب ديال مدينه الدار البيضاء. الفصاله تاع الدار واعره عجبتني بزاف. شوف تبارك الله الكوزينه قداش فوالا شي هاد البلاصه الكوزينه يعني تقدر تسد الباب يعني كتبقى سيباري على الدار كامله. هي عندك البلاكار بعدا الدار بعدا عامره بلي غونجمو بعدا. هنايا عندك التريو هذا مكان نوريكم المرآب كاع الاخوان. وهذا شي كتقال مدخل ساهل اخوان بلاصتك في الكراج اخوان ماشي تيدري يعني كل دار وعندها النمره ديالها. فوالا اعانكم الله اخوان نعاونكم